بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم ويانا ملخص الوحدة الثانية. الوحدة الثانية عدنا بها مجموعة من المواد اللي هن الكلاس، المتال، الكوتون، دنم، وول، لذر، وول، ربر. ذني الأشياء وذاكر لك أنا كل وحدة جواها منين، الاشياء اللي تجي من عندها، مثلا الزجاج، البطل، طبعا اخذ نماذج من عندها حتى ما نطول، ومثلا المتال، شنو الاشياء المصنوعه من المتال، السبون، السوسبان، وهكذا. الكوتون مصنوع من عده، مثلا التيشيرت، الدري الصغير، التاول، الدنم، لان طبعا الكلمات المفروض تحفظهن، المواد الرئيسيه، بلاس، متال، كوتون، دنم، ذني تحفظهن، مطلوب من عندك. لا، وذني لازم تعرفهن، وكل وحدة منين جاية. احنا راح نختصر على مود ما نطول بالفيديو. المهم عندنا هنا شلون نسأل عن السؤال، شلون تسأل مثلا لا اريد اسأل عن الجيك، اقول what is jack made of، what is jack made of. السؤال بهالطريقة يكون الجواب، بما انه جيك واحد اقول it is، لان هو مفرد، اقول it is made of، هو منين مصنوع؟ made of glass، مصنوع من الزجاج. اذا عندنا شيء جمع مثلا جينز، طبعا الجينز من ذن الكلمات، حتى قبل شوي نوضحها، عندنا ذن هاي شوز، الترينرز، جلافز، بوتس، شو، جينز. لاني وان كان هن مفردات يعني، بس نعاملهن معاملة الجمع. شوز يعتبر زوج من الاحذية، الترينرز كذلك الاحذية الرياضية، الجلافز اللي هن الجفوف، لاني زوج من الجفوف، طبعا ما يجي واحد. البوتس كذلك، هاي البوت هو ما يجي واحد، يعني زوج. والجينز ايضا يعاملون معاملة الجمع، هو واحد، بنطرون واحد، لكن هو يعتبر جمع، فلذلك نستخدم ويا ار كفعل مساعد، ونستخدم ويا ذي ضمير نريد نعوض عنه. فمن تجي هنا وات ار جينز، ما استخدمنا از، استخدمنا ار. وات ار جينز ميد اوف، فش نقول؟ ذي ار ميد اوف دنم، فاستخدمنا ذي ار. ذني تنتبه لهن، نستخدم وياهن ار وذي، ذني الكلمات الموجوده. السؤال ايش راح يجينا؟ يجينا بهالطريقه، السؤال المزاري راح يكون علينا بهالطريقه. جينز فراغ اوف دنم، يعطيك اختيارات اثنين، از ميد لو ار ميد. الجينز احنا قلنا من ذني نستخدم له شنو؟ نستخدم له ار، فش يكون الاختيار؟ ار ميد. تنتبه، الدريس هنا هو واحد، فايش راح نستخدم له؟ الاز، از ميد. فذن الكلمات نستخدم لهن الجمع، والبقيه نستخدم لهن المفرد اللي هن الاز. يجينا سؤال حسب المفردات، يعني حسب المعنى، يقول لك جيك از ميد اوف فراغ، معطيك اختيارين، لذر وجلاس. الجيك منين مصنوع؟ من اللذر لو من الجلاس؟ طبعا الاختيار هو الجلاس، مصنوع من الجلاس. السوسبان، الجدر، منين مصنوع؟ عندنا متل وعندنا وول، طبعا هو مصنوع من المتل. هاي حسب المعنى. تجيك سؤال املاء، شلون يعني؟ يقول لك التاول مصنوع من القطن، الخاولي مصنوع من القطن، الكي المفتاح منين مصنوع؟ يعطيك فراغ، ما يعطيك هذا، انا مخلي لك اياه هذا الحل، يعني هو اصلا ما يعطيك اياه، فانت لازم شو تسوي؟ ذني قلنا تحفظهن، فتكتب كلمه متال، انت تكتبها. جاك يقول لك مصنوع من الجلاس، البيبر منين مصنوع؟ طبعا هو مصنوع من الوود، وهاي الوود قلت لك هو ما كاتب لك اياها، انا كاتب لك اياها كحل على مود تكون بالمعنى. زين، ممكن تجينا طريقه سؤال ثالثه على ذني المواد. يجيك استخرج الغريب، يقول لك فورك، متال، لذر، وول، وود. شنو الغريب؟ الغريب فورك. ليش غريب؟ لان ذني ك
كلهن مواد حديد جلد خشب، اما هذا شوكه مو ماده. واضح زين. يقول لك وولون متال دنم جيك، فطبعا هاي الغريبه لان كل المواد وهذا هو مو ماده. هذا بالنسبه الى المواد. زين، اذا عندنا اكثر من صفه موجوده شلون نرتبهم؟ يعني مثلا عندنا اجانا لون واجانا حجم واجتنا الماده، شلون ارتبهم قبل الاسم؟ اذا عندنا مثلا باب خشب وكبير ومثلا لونه مثلا جوزي او اي شيء، شلون ارتبهم؟ هنا عندنا، خلينا للاختصار على ما تتذكرهم انت، كلمه حلم، الاح اللي هي حجم، واللام اللي هي اللون، والميم اللي هي الماده. فحلم حجم لون مادة، أول حرف من كل كلمة. فش راح نرتب؟ نجيب الحجم بالبداية إذا عندنا حجم، واللون والمادة. لو فرضنا مثلا الحجم ما موجود، ما مطين الحجم هنا، فش راح نسوي؟ ناخذ اللون ونوب المادة ونوب نحط الاسم اللي يجينا. إذا اللون ما موجود ناخذ الحجم والمادة، هيش يصير هيش ترتيب حجم مادة وهكذا. إذا المادة ما موجودة كذلك راح ناخذ الحجم واللون والنوب نحط الاسم. هاي الطريقة خليها، يعني خاف تجيك تقول لك واحدة من عدتين. يجينا السؤال الوزاري بهاي الطريقة. هاي عندنا أمثلة وزارية، مثلا she is wearing فراغ جاكيت. عندنا white denim لو denim white. طبعا إذا denim white مادة والنوب لون ما يصير، لازم ما لون والنوب مادة. يعني هنا حجم ما كاتب، ما موجود عندك لون والنوب مادة، فالحجم ما موجود، واضح هسه؟ والنوب الجاكيت هي موجودة، الاسم هذا هو نفسه موجود، فالاختيار وايد دنم. My father buys for all watch. بو يشترى هاي ساعة. شين الساعة؟ عندنا متال بيج بلاك، ميتال مادة، بيج كبير، وبلاك سودة لون. فهذا ايش صار عندنا؟ مادة حجم لون، خطأ. وعندنا حجم لون مادة، صح. إذن هو هذا الاختيار الصحيح. زين، الأشياء المهمة عندنا هو أسماء المحلات. أسماء المحلات اللي هن مان فاشنز، ازياء رجاليه، وممكن ذن الاشياء اللي بنشتريهن من المحل مال الاسماء، من المحلات اللي الرجاليه اللي هي الشيرت غيرها، هاي الموجوده قدامك. وهوم كوكينج، مواد طبخ منزليه، ايش نشتري من المحل اذا مواد طبخ منزليه؟ نشتري الشوكه والفورك والسوسبان والنايف وغيرها. الكافيه، المقهى، ايش نشتري من عنده؟ طبعا ممكن نشتري من عنده عصير، جوس، ايس كريم، تي، او كوفي. السوبر ماركت، الاسواق المركزيه، يعتبر انه خاص بالاشياء الخضروات اللي نشتري معتها، فود، ابلز، فيجيتابلز الى اخره. بلاي اريا، يعني منطقه هي مال لعب، فممكن يكون بها العاب جيمز، وممكن يكون بها بلاينج لعب. الاي تي اند كومبيتينج، هنا عندنا البرمجه والحاسبات، يعني الاشياء الخاصه بالبرمجيات، ممكن نشتري معه تليفون فون، وممكن نشتري معه حاسوب. تشيلدرن فاشن، ازياء مال اطفال، يعني ملابس اطفال، ممكن قميص للاطفال، ممكن فانيله وهكذا. ومن فاشنز، الخاصه بالنساء، ملابس نسائيه، ازياء نسائيه، ممكن نشتري دريس، ممكن سكيرت، ممكن سكارف، ممكن كوت الى اخره. شلون تجينا بالوزاري؟ تجينا بالوزاري بهالطريقه. تجيني يقول لك هنا حسب المعنى. I need a dress for school. أنا أريد دريس for school، للمدرسة. I want to go where روح، أنا أريد دريس للwomen fashions، دول الكافي. أنا أريد أشتري دريس، فراح أروح عند للwomen fashions، طبعا ملابس نسائية. I want to buy سوسبان، أريد أشتري جدر. She needs to go فراغ، وين تريد تروح هي هاي؟ لازم تشتري سوسبان. Children fashions، the home cooking، طبعا الى الهوم
كوكينج مو يعني تشويه جدر. نجي للأرقام الترتيبية، عندنا أرقام اعتيادية وأرقام ترتيبية. الأرقام الاعتيادية اللي هي 1 2 3 4 إلى آخره لحد 10. الأرقام الترتيبية عندنا أول ثلاثة يختلفن عن هذه، عن مثلا ال 1 تصير فيرست وهذا اختصارها 1 ونخليها اس تي. هاي الاس تي هي جاية من آخر حرفين بالكلمة. سكند هاي سكند والاختصار مالتها 2 ونخلي لها ان دي هم كذلك آخر حرفين منها. الثيرد ثيرد اللي هي هم كذلك نخلي لها آخر حرفين. زين ذن أول ثلاثة يختلف، لأن البقية نفس الكلمة بس مجرد نضيف لها تي اتش نفسها. فور فورث نخلي فور نسميها تي اتش. الفايف فيف مجرد الفايف شوي عندي اختلاف بيها، الفي اي تحولت هنا المن الى اف انتبهوا لها ونخلي لها تي اتش. ساكس ساكس نفسها. سفن سفنث ايت هي منتهية بالتي فنحط لها بس اتش. هذني اثنين هم يعني شوي بهن اختلاف بسيط انتبهوا لها. ناين ناينث نحذف الاي ما نخليها، الاي حاذفينها انتبهوا لها. والتن تنث ذني مهمات راح تجينا بالوزاري بالسؤال هيجي بيقول لك فيرست هذا اختصارها، سكند شنو اختصارها؟ طبعا انت تكتب لازم تكتب 2 اند دي انت تكتبها هاي هنا. المرات يعطيك الرمز يقول لك هذا الرمز الفورث هو كتابته فورث. الفايف فيف فايف يمها تي اتش شنو هي كتابته؟ تكتب انت فيف لازم هاي الكتابه عليك المفروض يعني لازم ايش تسوي؟ تحفظ كل وحده وطريقه كتابه. المخرج الغريب عندنا مثلا تجيك 1 سكند فورث سكس. هنا عندنا 1 هو رقم عادي اما ذني فهن ارقام ترتيبيه، اذا هذا هو غريب. سكند شوف تجيك هيك فهذا رقم غريب. الاسئله والاجوبه ممكن تجينا على شكل قطع كي العفو. فمثلا can I help you؟ جوابها طبعا yes please. What sort of sauce pan would you like؟ شنو نوع الجدر اللي تريده؟ I am a tall one with the glass lid. طبعا هذا حسب الكتاب الموجود، احنا خلينا الاشياء حسب الكتاب. What phone would you like؟ I'd like banana phone. هذا مهم احتمال يجي لين. How much is this؟ It is 1000 dinar. هذه اللي تنتبهوا لهن. زين عندنا جي اسماء الاشاره. اسماء الاشاره عندنا اشياء للقريب واشياء للبعيد ومقسمات مفرد وجمع. This with that هنه مفرد، هاي قريب وهاي بعيد. These with those ذني جمع بس هاي قريب وهاي بعيد. فاذا اجتنا this with that نستخدم وياها is، واذا اجتنا these with those نستخدم وياها are. واضحه؟ فمثلا هنا اجت عندنا فراغ is very nice boot. هنا عندنا is فش لازم شنو نستخدم؟ ذات. ذات جينز ار تو سمول. جينز ار ما دام ار موجوده شنو نستخدم؟ ذيس. فاذا لقينا بالجمله از نستخدم المفرد اللي هن ذس والذات، واذا لقينا ار نستخدم الذوس والذيس. هذني انه جي وصلنا الى المعاكسات. المعاكسات ذني مهمه جدا انتبهوا لهن، راح تجينا بالوزاري طبعا ذني مطلوبات حفظ بالوزاري راح يجينا على الشكل هيجي. يقول لك ثيك عكسها ثن. تشيب شنو عكسها؟ شنو عكسها؟ طبعا اكسبنسيف. هاي اكسبنسيف لازم انت حافظها تكتبها على مود تكتب الحل مالتك. السكارف لايت. السكارف لايت يعني خفيف. الايس كريم شنو صفاته؟ الايس كريم طبعا عندنا هنا هو سوفت. هاي موجودة عندك بالكتاب النشاط تصور هنا، اي هذه تلقونها بالصفحة 26. هاي بهالطريقة جايتك هيجي. شوف ايس كريم سوفت. السكارت طبعا ايش راح تصير عندنا لونج لو شورت وهكذا. هذا مثلا الكتاب ثيك لو ثين وهكذا. فانتبهوا زين.
وصلنا وين؟ إلى الفرق بين الكلمات الثلاثة اللي هن تو تو و تو. التو الأولى معناها إلى أو لي. هنا تجي ويا من؟ تجي ويا اسم مفرد يجي وراها. يجي وراها اسم مفرد أو يجي فعل مجرد. شلون؟ مثل هسه هنا خلينا نكمل هو راح نرجع لها. تو معناتها جدا او معناتها ايضا. اذا اجت لو تجي قبلها يعني بعدها تجي قبل الصفه هي لو تجي بنهايه الجمله. اذا اجت قبل الصفه تجي معناها جدا، واذا اجت بنهايه الجمله معناها ايضا. واضح؟ زين. التو هاي اللي بيها دبل او هنا معناتها اثنين، رقم اثنين. لازم الاسم اللي يجي وراها يجي وراها اسم جمع. فش صار عندنا؟ هاي التو يجي وراها اسم بس مفرد، وهاي التو يجي وراها اسم بس جمع. واضح؟ التو هاي يجي وراها صفة او اذا تجي بنهاية الجملة. زين، نشوف هنا الامثلة. يقول لك this computer is فراغ expensive. expensive شنها عندنا؟ صفة. لازم شنو نستخدم؟ نستخدم الكلمة اللي التو اللي هي تجي بعد الصفة. زين، I have ankles. هنا أنا اسم جمع، شنو اللي يجينا قبل الجمع؟ إذا اسم جمع شنو يجينا قبله؟ يجينا رقم اثنين اللي هو التو. هاي التو. school اسم مفرد، لازم شنو ناخذ؟ ناخذ تو اللي هي هاي الأولى اللي هي دبل أو. واضحة؟ التو اللي هي وحده او وحده نخليه اسم مفرد او فعل، مثلا تو بلاي. واضح؟ او اذا تو هاي الرقم اثنين لازم اسم اللي وراها يكون اسم جمع. انتبهوا لهذه مهمه جدا. عندنا ذن القطع، هاي القطعه مطلوبه عندنا بالوزاري و هاي على السريع وترجمها. Wood comes from tree. يقول الخشب يجينا من الأشجار. Some houses are made from wood. بعض البيوت مصنوعة من الخشب. And so it is lots of furniture. وكذلك الكثير من الأثاث. مو كل الأثاث، الكثير. Lots of. تبهل هاي. Lots of. زين. الpaper. الpaper منين مصنوع؟ Paper is usually made from wood. عادة البيبر عادة مصنوع من الود، بس مو بس من الود. راح ناخذها هسه نشوف بعدين هاي الكلمة. شوف هنا التو أيضا. بيبر is made from wood تو أيضا. والخشب الورق أيضا مصنوع من الورق من الخشب أيضا. الربر منين جاينا الربر؟ الربر جاينا من الربر تريز. comes from tree جاينا من شجرة تسمى ربر تريز. Car tires الإطارات السيارات are made from rubber مصنوعة من السيارات. The rubber in your pencil case هاي اللي احنا المساحة مالت القلم نسميها rubber، بس هاي الربر ما مصنوعة. يقول it isn't made from rubber، هاي ما مصنوعة من المطاط. Now but from something man made، يعني هاي مادة صنعها الإنسان بس سموها ربر، بس هي مو مطاط. cotton comes from plant. القطن منين يجينا؟ يجينا من البلانت، من النبات. the English word cotton comes from Arabic. هاي الكلمة cotton مأخوذة من الكلمة العربية اللي هي القطن. some money بعض النقود is made from cotton مصنوعة منيا من القطن، بس مو بس من القطن، makes it مخلوط وياها with other materials مخلوطة ويا بعض المواد، يعني مو بس قطن. خار تجيك مصنوعة بس من القطن، لا خطأ، مصنوعة من قطن ومواد ممزوجة وياها. leather is used from many things such as. يقول leather نستخدمه بهواي أشياء مثل الأحذية، البوت نستخدمه بالقماصل بالجناط. وقبل in the past people يستخدمون الليذر المن للكوابة للخيام للجربة ومدري شنو وهاي أشياء. today most leather أغلب الجلود تجينا، most leather أغلب الجلود comes from cows تجينا من الأبقار. but
ممكن تجينا comes from، ممكن تجينا من الكروكيدل، ممكن تجينا من السنيكس، ممكن تجينا من حيوانات أخرى. Wool is very warm، يقول هذا جدا دافئ. And coal materials، ومادة معتدلة أيضا too. Wood keeps its shake، يعني الوول الصوف عادة يحتفظ بشكله. لذلك it is great for making trousers، هو ذلك هو جيد لصنع البنطرونات وللسويترز اسمه القماصل و عفوا الستر، وعندنا جاكيت القماصل. الكشمير الصوف الكشميري is very soft، جدا ناعم. and expensive، بس هو غالي. expensive wool، صوف غالي. comes from كشمير كوتس، يجينا منين؟ من الماعز الكشميري. وهذا يجينا منين؟ من عدة بلدان. comes from many countries، يجينا من عدة بلدان من ضمنها including Iraq. زين نجي هنا. The word cotton comes from Arabic، يقول القطن جاينا من الكلمة العربية قطن. ها صحيحة، هاي الكلمة الإنجليزية هاي، إذن ها صحيحة. Paper is usually made from cotton، يقول البيبر عادة مصنوع من القطن. لا خطأ، مو من القطن، من الوود. زين. All furniture، بس عقلنا احنا most furniture، هنا نقول all furniture مصنوع from wood. خطأ، مو all، هو most يعني، أو lots of، الكثير من الأثاث، مو كل الأثاث. خطأ هاي الثالثة. الرابعة، wood comes from sheep, goats, and even rabbits، هذا الوول منين يجينا؟ يجينا من الأغنام ومن الماعز ومن طبعا هاي صحيحة. rubber comes from tree، الربر جاينا من شجرة طبعا صحيحة، اللي هي الربر tree. most leather comes from cows، أغلب الجلود جايتنا من الأبقار صحيحة، بس إذا قال all لا خطأ، لأن هي أغلب مو كل. زين الفرق شنو عندنا بين comes و made؟ الكمز الأشياء اللي ناخذها بدون ما نغير بيها، بدون ما تدخل عليها صناعة. مثلا الربر comes from tree، الربر مأخوذة من شجرة المطاط، ما سوينا شيء، احنا بس جبنا خذيناه. مثلا إذا أريد أقول أن القطن مأخوذ من النبات، احنا بس خذينا القطن، ما دخلنا عليه مادة صناعية وصنعناه وسوينا من عنده. بس الميد اوف الثانية صنع من مثلا تايرز، الإطارات، التايرات ميد فروم ربر، مصنوعة منين؟ من الربر. يعني هو ماكو شيء خذير من عنده قبل تاير، لا احنا مادة عندنا الربر وصنعنا من عندها، حولناها إلى تايرات. زين هنا عندنا القطن والأشياء، العفو المواد والأشياء اللي جاية من عندها. مثلا القطن منين جاينا؟ من البلانت. الوول جاينا من الجوتس والشيب والرابت. الاويل جاينا من الجراوند، والوود جاينا من التريز من الاشجار، والليذر جاينا من الكاو والسنيك والكروكيدر والاذر انيمالز، والربر جاينا من الربر تري. زين طريقة عمل سؤال، طبعا هذا موجود عندنا بالكتاب بالصفحة 31 تلقونه، راح اشرح لك اياه شلون تسوي سؤال من جملة اعتيادية. جملة اعتيادية، اذا عندنا جملة اعتيادية مثلا هسه هاي علي از بلاينج فوتبول، شلون اسويها سؤال؟ هنا عندنا ثلاث شروط. الاولى اذا الجملة بها فعل مساعد مثلا از وار وهاف وهاز، شيء بسيط اذا موجودات ما نسوي شيء، بس مجرد ناخذ هذا اني اي وحده من هذا اني موجوده ناخذها نخليها بالبدايه. شلون هسه هاي الاز وين جبناها؟ خليناها بالبدايه ونخلي علامه استفهام. شلون هسه هاي شفنا الاز خلينا هنا، تحولنا اول حرف كابيتال طبعا علي بلاين فوتبول، خلينا صارت از علي بلاين فوتبول، صارت سؤال. زين الشيء الثاني اذا ماكو عندنا فعل مساعد، يعني ما موجود اي ولا وحده من ذني، شو نسوي؟ نروح للفعل. إذا الفعل مثل هذا مثلا ما بي إضافة لا بي أس ولا بي دي ولا مثل شنو، إيش راح نسوي؟ إذا مجرد يعني مجرد ما بي إضافة، نجيب دو من عندنا، نكتب دو وين؟ بالبداية قبل الجملة نكتب دو ونخلي علامة استفهام، ما نغير بعد أي شيء، نحط دو ونحط علامة استفهام، صارت الجملة، صارت دو they go to work by bus، صارت
هذا سؤال زين زين. اذا الفعل بي اس، هسه احنا قلنا اذا ما بي اس خلينا ندو، اذا بي اس شو نسوي؟ نحط داز، نحط هاي، نجيب داز هم من عندنا، نجيب هو نخليها بالبدايه قبل الجمله، جبناها خليناها. وش نسوي؟ الاس مو الفعل بي اس، شلنا الاس مالتها وحطينا علامه استفهام هنا، هاي كل ما بالامر. صار داز هي ورك ان ان بيج ابيج ريستورانت، هل هو يعمل في مطعم كبير؟ هذا كل ما هو بطريقه عمل سؤال. الفرق بين البات والاند، البات والاند يا شيخ
وي يوز بوكسز بوكسز يعني صناديق هاي الكراتين مالت الورق و تاول بيبر تاول هاي المناشف بيبر باجز والى اخره هواي يعني اشياء نستخدمها ماني مور بيبر ثينكس هواي اشياء كل يوم نستخدم هواي اشياء للورق ان كلاس روم طبعا احنا بالصف وي رايت اون بيبر افري داي طبعا احنا نقرا على دائما نقرا بالورق يوميا اذا الورق هو في كل مكان زين وات از بيبر ميد فروم منين مصنوع الورق موست بيبر ميد فروم وود اغلب الورق مصنوع من الخشب بات يعني بس من الخشب لا ولكن there are other materials that can be used ولكن الورق مصنوع من مواد أخرى بيبر ممكن نصنع منين من القطن من القراص من الستريس من السكر شجر كان وإلى آخره هو ينصنع فإذا مصنوع من وايد أشياء looking after trees هنا حماية الأشجار أو الاهتمام بالأشجار منين من الخشب فدائما يقطعون الأشجار ويسوون خشب ويسوون ورق طبعا هذا راح يسوي كارثة فايش يقول هنا لازم نهتم بالأشجار شلون it is important to conserve لازم نحمي الأشجار by recycling paper شلون نحمي هالأشجار إعادة recycling إعادة تدوير الورق يعني الورق القديم نسوي نصنع من جديد نسوي ورق جديد many paper products we use today are made with large percentage of recycling paper يقول هواي من الورق حاليا الموجود هو بنسبة كبيرة معاد تدويره فإذا إعادة التدوير حتى نحمي الأشجار نجي إلى النقطة الأولى paper is around us يقول الورق حولنا في كل بيت بالبيت بالصاف طبعا صحيح موجود بالبيت والصاف الورق موجود ده وين مكان the first paper made in China يقول اول ورقة صنعت هي بالصين لا اول ورقة صنعت بالمصر قلنا واستخدموها من ورق البردي ثلاثة the ancient Egyptian didn't know how to make paper يقول المصريين القدماء ما كانوا يعرفون شلون يسوون الورق طبعا لا قلنا احنا سووا نوعية من الورق من اوراق البردي من نبات البردي زين اربعة only three things are made from paper يقول بس اربعة يعني ثلاث اشياء يسوون من يسوونهن من الورق لا طبعا هواي عندنا اشياء مصنوعة من الورق الكراتين والاغلي هواي عددناها من ساعة خمسة طبعا هاي قلنا خطأ خمسة five I'm using paper now طبعا احنا عليه من نكتب على ورق هسه اللي جاي يشوف عندنا هذا هو ورقة احنا جاي نكتب عليه فاذا انا استخدم الورق الان نعم yes paper can be made from many different things ممكن ينصنع من هواي اشياء طبعا صحيح هاي قلنا ما ينصنع بس من الخشب من هواي اشياء مثل قلنا هاي الاعشاب والنبات والبنجر وغيرها وغيرها conserve الحماية mean look after يعني الاهتمام طبعا true صحيحة لازم شلون نحميها هو نهتم بها we can't use paper to make new paper يقول ما نقدر نسوي ورق قديم نسوي ورق جديدة طبعا لا خاطئ احنا عندنا recycling هو نقدر نسويها زين اخيرا عندنا زمن المضارع المستمر